تحد وإصرار وصبر صفات تسلح بها كريم بن عبد السلام طوال مسيرته الدراسية لتثمر جهوده بحصد شهادة الدكتوراه. هو معنا الآن كريم بن عبد السلام معنا الآن من الرباط. مرحبا بك سي كريم، مرحبا بك وألف مبروك الدكتوراه، وأنا كمغربي أتشرف بلقائك اليوم. حياكم الله تعالى بتحياته الطيبات المباركات، وشكرا ثم شكرا ثم شكرا لقناة الجزيرة موقرة على اهتمامها بهذا الموضوع. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لما فيه الخير. سي كريم، ما هي أبرز العقبات التي واجهتموها خلال المرحلة المدرسية والمرحلة الجامعية إلى الوصول للدكتوراه؟ عبر كافة مراحل دراستي كنت أعاني من سوء نظرة بعض أقراني إلي، حيث لم يكونوا يتقبلون أن يدرس معهم تلميذ يعاني من اضطراب التوحد، تحديدا من متلازمة أسبرغر التي تعتبر أحد تمظهرات اضطراب طيف التوحد. ولكن هذا الأمر لم يشكل بالنسبة لي أدنى عائق، لأنني أذهب إلى دراسة أنواعي مني أنني في مهمة نبيلة، مهمة طلب العلم النافع الذي قال عنه مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. ويحضرني هنا بيت الشعر الذي يقول فيه الشاعر العربي: طريق العلا وعر مطيته الجد، وهل يأتري من غيره البطل الفرد. طيب انت لا بد من الجد والاجتهاد لننال ما نتمناه، وبفضل الله تبارك وتعالى وبجهد شخصي مني، ولكن ايضا بدعم من والدي الكريمين ومن عائلتي المقرة ومن السادة الاساتذه عبر كافه هذه المراحل، بدءا من الابتدائي ثم الاعدادي في الثانوي ثم المرحله الجامعيه. أوجه لهم التحية من هذا المنبر الموقر من قناة الجزيرة. تمكنت بحمد الله وشكره من الحصول على شهادة البكالوريا ثم الإجازة في الماستر، والآن نيل الدكتوراه من جامعة محمد الخامس بالرباط عن بحث قدمته بعنوان دعوة عيسى عليه السلام المسيح عليه السلام بين الأناجيل الأربعة وبين القرآن الكريم، وحاولت فيه استجلاء أهم القضايا التي تتعلق بموضوع البحث، وهو دعوة المسيحية وما بينما ما ورد عنها في الأناجيل الأربعة وما ورد عنها في القرآن الكريم. تخصص العقيدة والأديان السماوية، تحدث أيضا عن الإصرار، عن العزيمة، عن الصبر الذي لمسه من أسرتك التي كانت الداعم الحقيقي لكي تصل إلى هذه المرتبة العلمية السامية. حدثنا عن دور الأسرة، دور الوالدين وما عاشاه معك منذ طفولتك ومشاكلك في المدارس التي تنقلت منها إلى حين وصولك إلى هذه المرتبة العلمية العليا. عبر كل مراحل دراستي كان دور والدي الكريمين وكان دور عائلتي الموقرة كان دورا هاما للغاية، كان دورا مهما للغاية، حيث انهما كان يمدانني بالتوجيهات التي كان من شأنها ان تثري معلوماتي العلمية عبر كافة مراحل الدراسة، وكان ايضا يتشاوران مع الأساتذة، كان والدي يتشاوران مع الأساتذة فيما يخص ضمان أجواء أكثر ملائمة لطبيعة الاضطراب الذي أعاني منه، اضطراب طيف التوحد كما ذكرت لكم. والحمد لله أن هذه الجهود كلها تكللت بالنجاح، فتحية طيبة من أدم البرموقر أوجهها إلى والدي الكريمين اللذان كان يجسدان، وإلى عائلة الموقر التي كانت تجسد مدى ذلك الواجب الذي يجب أن تنهض به الأسرة طبعا لمساعدة المناطة بالأهل. نعم. في تحمل أشكرك دكتور مسؤولية المناطة بالأهل. نعم. في دكتور تحمل كريم انتهى الوقت، عذرا للمقاطعة دكتور كريم بن عبد السلام وأبنائهم. شكرا جزيلا لك، هذه طبعا رسالة إلى والديك ورسالة أيضا إلى كل الأسر التي لديها أطفال مصابون بالتوحد.
أن هذه المتلازمة وهذا المرض ليس عائقا أمام التحصيل العلمي. هو بالطبع ليس بمرض عبد الصمد يعني. شكرا لكريم ومبروك له. جولتنا هذا اليوم شرفت على نهايتها.